اقول لحضرتك حاجه تفصيله كده على الهامش. الصفحه الرسميه لاتحاد الكوره، اقول يعني بدو حضرتك ما تضحكنيش، ما انا هضحكك جدا دلوقتي. الصفحه الرسميه يا راجل يا راجل يا راجل، ده انا لما احب اعرف انجلترا لعبت مع مين سنه 1815 بتعرف اخش على موقع الاتحاد الانجليزي هقدر اوصل للمعلومه دي. ده المنتخب الاول. ايوه لو انت لو عايز 17 سنه هتعرف طبعا. انت لو عايز تعرف منتخب مصر لعب مثلا يعني سنه 34 ولا 35 ولا 38 من القرن اللي فات ماتشين مع فلسطين ولا ماتش واحد وكان التشكيل مين، هتلاقيه في حته ثانيه، هتلاقيه في كتاب لكن مش هتلاقيه في اتحاد الكوره. صح موقع. صح. هو عامه انا بقول لك صفحه رسميه، مفيش موقع كمان. الصفحه الرسميه على الفيسبوك. طيب الصفحه الرسميه دي خلال الشهرين ثلاثة اللي فاتوا لو حضرتك دخلت وقعدت سكرول او تتقلب في الصفحة كده هتلاقي في حاجتين مهمين جدا. اتحاد الكرة بيطلع بيان عشان اجتماع مع كلاتنبرج، اتحاد الكرة طلع بيان تاني عشان اجتماع اخر مع كلاتنبرج في وجود الرابطة، اتحاد الكرة معسكر الحكام، اتحاد الكرة تعيينات الحكام لماتشات الدوري، اتحاد الكرة كل ده اللي بيبقى على صفحة اتحاد الكرة. فتحول اتحاد الكرة المصري فقط بس حكام ورد على الأندية اللي بتتكلم على الحكام واتهامات الحكام، مفيش اي حاجه عن المنتخبات الاطلاق. طيب انا عايز اعرف بس حاجه عشان بس اكون منصف. مفيش ولا اتحاد كوره من سنه، انا قلت كده قبل كده بكرره تاني، من سنه 70 اشتغل عشان يطور الكوره في مصر بالمعنى الشامل لتطوير اللعب. انا بقولها ومستعد اناقش اي حد في الحكايه دي. هتقول لي احنا خدنا كاس الامم 3 مرات ورا بعض 2006 و7 ولا 8 و10 بس بعدها 3 مرات ما وصلناش لكاس الامم اصلا. عملنا معجزتين، معجزه انتصارات كبيره في 3 مرات ورا بعض، ومعجزه فشل ذريع 3 مرات ورا بعض برضه. مش مهم. مش مهمه دي، بس كمان احنا لازم حد عمل دراسه، عمل تحليل. احنا ليه احنا خدنا 2006 ازاي؟ بضربات جزاء في وسط 100,000 من جمهورنا. صح. اللي كان بيحضر كل ماتش بالعالم بتاعنا و جمهور جميل جدا. صح. خدنا 2008 لعبنا كرة حلوة قوي. خدنا 2010 بالماتش بالعافية في الآخر بهدف. صح. لكن حد كتب احنا ليه كسبنا وازاي كسبنا؟ محترفين، فرقة أو قايمة كلها محترفين في إنجلترا، محترفين في أوروبا، السنغال، الساحل العاجل، الكاميرون، واحنا كل طول عمرنا بنقول عايزين احتراف. طب ازاي كسبنا باللعيبه 3 لعيبه محترفين والباقي كله من الدوري المصري؟ كان عندنا ايه؟ حد عمل دراسات عشان يعرف احنا كسبنا ازاي؟ ولا حد عرف او درس احنا كسبنا 2006 ازاي؟ او احنا خسرنا ماتشات ازاي؟ الكلام ده ما بيحصلش خالص.